يلا كده إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شابتر 4. شابتر 4 هيتكلم عن موضوعين مهمين جدا لازم نفهمهم بطريقة واضحة. الموضوع الأول بيتكلم عن حاجة اسمها البوليمورفيزم، والموضوع الثاني هيتكلم عن الأبستراكت كلاس والإنترفيس. إيه الأبستراكت كلاس والإنترفيس؟ تعالى نشوف مع بعض كده ونفهم الدنيا هتكون ماشية إزاي. نقرأ بسرعة كده، أو أنا أحب إن أنا أديكوا فكرة بصراحة عشان السؤال اللي هيجي في الامتحان تكون انت فاهم الموضوع. ببساطة لو عندك كلاس، مجموعة كلاسات، فانت المطلوب منك ترتب الكلاسات. احنا اتكلمنا عن الوراثة صح؟ وراثة يعني كلاس يعرف كلاس، والهدف منه ان انا لما احط صفات في كلاس رئيسي اخد الصفات دي بطريقة ليجل رسمية من غير ما اعمل كوبي واعيد كود مرة تانية، اقول له اكستند او انهيرت صح؟ كلمة اكستند او انهيرت از فاكرة ولا مش فاكرة؟ طيب خلينا نشوف. فمثلا تعالوا نشوف كده كلاس اسمه ميل، وكلاس تاني اسمه هيومن، وكلاس تالت اسمه امبلوي، وكمان كلاسين كمان نحط واحد نسميه ستودنت، وبعدين نحط واحد اسمه AOU ستودنت. AOU ستودنت الكلاسز دي كلاسز بتمثل اشخاص، فاحنا عايزين نبني منهم شجره التري بتاعت الكلاسز اللي عندنا. مين الكلاس الجنرال هنا اللي فيه الصفات العامه اللي ما فيهوش تخصص معين؟ يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ايه او يو ستودنت ده طالب عنده صفات معينه في جامعه معينه، بينما ستودنت ده طالب بس، بينما امبلوي ده موظف يعني بيقوم بمهام وله عمل، بينما هيومن ده انسان صح؟ وميل ده نوع من الهيومن. مين هنا الكلاس اللي نقدر نعتبره الاشمل؟ الهيومن صح؟ ليه؟ لانه انسان بشكل عام، لا وظيفه ولا طالب ولا بيدرس ولا ميل ولا في ميل صح ولا لا؟ فبالتالي لما نيجي نبني شجره الكلاسز من الموضوع ده نحط اول كلاس عندنا هو الهيومن. ليه؟ لان انا اقدر احط في الهيومن الصفات الرئيسيه يا استاذ محمد، بمعنى ان اروح عند الهيومن كده واقول انه عنده صفه اسمها ايت، صفه اسمها سليب، صفه اسمها سبيك صح؟ انسان ووكينج، عشان هعمل روبوت هعمل لعبه فيها الاشخاص دول جيم مثلا. فبالتالي انا حطيت هنا الصفات العامه صح؟ طب وعنده اتريبيوت ثانيه، دي ميثود طبعا من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. عنده اتريبيوت ثانيه ايوه زي اسمه نيم، زي مثلا الايج، دي صفات عند كل الناس هيومن. طيب لما نحط تحتيه كلاس نحط مين في دول؟ يبقى خلصنا هيومن كده. مين اللي يكون فيه صفات وارث من الصفات دي؟ وممكن واحد يقول لي ستودنت، اقول له صح، بس ستودنت في اعلى منه في الكلاس بتاعه اسمه ميل صح؟ لان ميل مش بيدرس حتى، ما اتكلمناش عن اي صفه فيها دراسه ولا وظيفه ولا عمل صح؟ احنا بنتكلم على ميل بشكل عام. فنقوم حاطين الميل هنا، وعشان ناخد الصفات اللي موجوده في الهيومن نعمل عمليه اكستند. كلمه اكستند يا شباب معناها وراثه، معناها ان ميل او في ميل طبعا مش هتفرق، يعني لو حطينا كلاس اسمه في ميل ينفع. واتفقنا يا جماعه، قلنا ان ينفع. بص كده الكلاس الواحد يورثه اكتر من واحد، يعني اللي تحت دول سب واللي فوق ده اسمه سوبر، ينفع السوبر يكون له اكتر من ابن، لكن ما ينفعش السب يكون له اكتر من سوبر، ما ينفعش صح ولا لا؟ فالميل والفيميل دول كلاسين خدوا نفس صفات الهيومن لكن زادوا عليها، يزيدوا عليها ايه تعتقد؟ ايه الصفه اللي يزيدها عند الميل؟ الميل الجندر، بس اتريبيوت واحد زياده انه هو الجندر ميل، وهنا الجندر فيميل صح ولا لا؟ ونفس الصفات اللي كانت عند الهيومن انتقلت اوتوماتيكلي عند كل واحد فيهم. طيب كويس، فاضل لنا خلصنا الميل والفيميل والهيومن، فاضل لنا الموظف والستودنت والاي او يو ستودنت. خلينا نتكلم عن الميل مثلا. فانا ما احطش هنا، خد بالك مفيش علاقه بين الطالب وبين الامبلوي صح؟ يبقى دلوقتي اقدر احط الامبلوي ان هو ميل او فيميل، خلاص بقى احنا اتفقنا صح؟ فالامبلوي يكون وارث صفاته من الميل. ايه اللي يزيد عنده؟ هو ميل وعنده صفات الهيومن اللي جايه من فوق ويزيد عليها كمان صفات، ايه هي بقى الصفات اللي هتزيد المره دي؟ حد يديني اكسبكتيشن. انه عنده جوب صح؟ يعني عنده عمليه اسمها وورك بيعملها، وعنده اتريبيوت اسمه سالري صح ولا لا؟ انت واخده بالك ايه اللي بيحصل؟ عايزين نوصل للمعنى، المعنى ان شجره الكلاسات في اي نوع كلاسات في الدنيا زي تصنيف الكائنات الحيه، يقول لك البدايه فاكر الثدييات وتحتها او مش عارف ايه وبعدين تحتها كذا، والتصنيف تصنيف تري بيسموها كلاسيفيكيشن. فاحنا عندنا في الجافا كمان فكره التصنيف،
فكرة التصنيف أهم نقطة فيها إن أنا بحط فوق اسمه إيه اللي هحطه فوق ده؟ الجينيريك، الجنرال اللي فيه الصفات العامة، والسبيسيفيك أخليه دايماً تحت يا ريت، مور سبيسيفيك أحطه تحت. طب ستيودنت فين؟ أحط ستيودنت هنا. سؤال، مين يبقى تحت مين؟ هنا ستيودنت ولا هنا ستيودنت؟ ومين اي او يو ستيودنت ومين يكون التاني؟ فنقول كده ان اي او يو ستيودنت ده نوع خاص من الستيودنت، صح؟ يبقى لازم يكون ده الاول، فاهم؟ يعني هو ايه اللي يجبرني ان انا اعكس؟ انت حر، لكن الصح ان انا اخلي الصفات كل ما يكون فيه ريستريكشن اكتر. ده طالب الجامعه العربيه عنده اوبشن اسمه ابلود تي ام اي مثلا، يعني الكلام ده مش موجود عند طلاب المدرسه، صح ولا لا؟ لكن الطالب هنا عموما عنده جريد للدرجات بتاعته، وعنده اكزام ميثود اسمها اكزام بيحل امتحانات، مظبوط ولا لا يا جماعه؟ يبقى بالتالي الكلاس ستودنت هيكون جنرال اكتر من اي او يو ستودنت. وصلت الفكره؟ ها فهمنا الفكره دي؟ من الفكره دي لما نقرا السلايد دلوقتي هيبقى الموضوع بسيط جدا. اهم حاجه عندي الكلمتين دول، اهم حاجه يا جماعه نحفظهم بسرعه، اللي هما هاي ليفل، ده نوع الكلاسات، ولو ليفل. هاي ليفل يعني لسه سبيسيفيك، يعني عام زي هيومن اللي عملناه، وكل ما ننزل تحت يبقى الكلاس لو سبيسيفيك. تعالوا نقرا من البدايه كده، وده تقريبا ملخص المهمه في السلايدات، بس برضه في كلام كتير فنحاول نخلصه بسرعه. فبيقول لنا الكلاس تايب اوبجكت اوف كلاسيفيكيشن هيراركي هاز از ا ريليشن، اهم حاجه الايز ا ريليشن يعني الوراثه، with every class from which its descendant and each classification represent a type of object. عايز يقول لنا ان الكلاسات عندنا نوعين في شجره الكلاسات، يا اما في شجره التري اللي احنا بنعملها التصنيف، يا اما يكون تفاصيل اعلى او تفاصيل اقل. مين اللي فيه التفاصيل الاقل مور سبيسيفيك خاص بحاجه معينه؟ يبقى ده لو ليفل، ينزل تحت، واللي عام اللي ما فيهوش تفاصيل يطلع فوق الشجره، يبقى هاي ليفل وايه ولو ليفل. every time we define class we create new type. بيقول لك كل ما تعمل كلاس جديد يبقى انت عملت تايب جديد في الدنيا او في عالم البروجرامنج بتاعك. types determine capability compatibility between variable and parameter. كل الموضوع يا جماعه ان النوع الجديد بيعمل ايه؟ لازم يكون متوافق مع النوع اللي قبله، يعني ما ينفعش الطالب يرث من هيومن الا ما يكون عنده نفس الصفات اللي في هيومن. فده كلمه compatibility between الفاريبل والبارامترز، يعني الفاريبل والحاجات بتاعتك بتنتقل وانت بتزيد عليها. سب كلاس، ده المهم دلوقتي، از سب تايب، الكلاس اللي تحت الوارث بيكون نوع فرعي من السوبر كلاس تايب. اند وي كان سبستيتيوت، الجمله دي مهمه، نقدر نستبدل السب تايب ونيفر سوبر تايب از اكسبكتد. في اي مكان السوبر تايب نلاقيه نقدر نستبدل مكانه. يبقى باختصار كده ده اللي انا عايز اقوله. بس اخر حاجه معلش نرجع تاني هنا عشان اسالك سؤال مهم جدا، اسالك سؤال مهم جدا. لو عندي اوبجكت، اوبجكت يعني انسان حقيقي، احنا عمالين نتكلم على دول ما جبناش سيره حد، صح؟ لكن لو قلنا كده ان احنا عندنا طالب اي او يو ستودنت اسمه علي، يبقى ده اوبجكت من الكلاس. وعندي طالب تاني بشكل عام اسمه عمر، وعندي ميل اسمه خالد، كل دول ايه يا جماعه؟ ده اوبجكت من ميل، ده اوبجكت من ستودنت، ده اوبجكت من ايه ستودنت. امال الكلاس اللي فوق، نلاحظ حاجه مهمه، مفيش حد في الدنيا اسمه هيومن، صح ولا لا؟ فالكلاس ده كان معمول فقط للوراثه، عايزين نمنع كرييت اوبجكت منه. عشان نمنع في الجافا كرييت الاوبجكت، اسمع كده المعلومه دي، ابستراكت كلاس. يبقى لازم نخلي الكلاس ده ماله ابستراكت. يعني ايه ابستراكت كلاس يا جماعه؟ يعني كلاس لا يمكن انشاء اوبجكت منه. نكتبها، مهمه. الابستراكت كلاس هو الكلاس، مكتوب عندك على الرسم ده كده، اكتب فوق عند كلمه كومبليكيشن، فوق في كلمه ابستراكت، اكتب عندها لا يمكن انشاء اوبجكت منه، فقط للوراثه. طيب عايز تقول لنا ايه كمان؟ عايزين نوضح النقطة اللي جاية. بقى عندي كام واحد؟ عد معايا، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. هسأل سؤال، ينفع الشخص خالد يعمل العمليات اللي بيقوم بها علي؟ يعني انا لو هعمل دلوقتي ابلود تي ام اي، عارفين اكتبها ازاي؟ الاوبجكت علي دوت ابلود تي ام اي،
يعني الاوبجكت ده استخدم الميثود بتاعته، خلاص بيعمل ابلود تيميل. السؤال، هل ينفع خالد يحل محله؟ رد عليا، خالد نوعه ايه؟ هل عنده الصفات اللي موجوده عند علي؟ ما عندوش ابلود تيميل، يعني ينفع اشيل علي واحط خالد؟ خالد مين مش طالب، ما يقدرش يعمل العمليه دي، صح ولا لا؟ تاني، خالد ده ايه؟ ميل. الميثود اللي عنده ما تسمحلوش انه يعمل ابلود تيميل، لان ابلود تيميل ظهرت فين؟ ظهرت تحت في ابنه، في حفيده، صح ولا لا؟ طب تعالى نعكس، ينفع علي يعمل العمليات اللي بيقوم بيها خالد؟ خالد ده ميل، ميل يعني ما عنده امكانيه مثلا انه يعمل ايه؟ انه ووكينج، يمشي. طب ما هو اقدر بدل خالد دوت خالد دوت ووك. السؤال، ينفع اكتب علي دوت ووك؟ ايوه، علي دوت ووك، ايوه. ليه قلت ايوه؟ لان ده عنده صفه ووكينج هنا، فتورثت فبقت موجوده هنا، فالابن دايما عنده صفات البيرنت، صح ولا لا؟ فبالتالي نعرف نكتب قاعده، نكتب قاعده دائما يا جماعه، السب كلاس، السب كلاس مهمه جدا دي، كان بي سبستيتيوت the super class. يبقى الابن يحل محل الاب and not the reverse. او the reverse is not true. The reverse is not true. ما ينفعش العكس، ما ينفعش الاب يحل محل ابنه، صح ولا لا؟ بالمنطق كده، منطقيا حتى لو اتكلمنا فيزيكال، الابن بيكون اتعلم مهارات اكتر وعنده سكيلز اكتر، فما ينفعش الابن الاب يحل محل الابن، لكن الابن يحل محل الاب، واحنا فهمناها على الرسم. معايا ولا لسه مش جايه؟ طيب، فبالتالي الجمله دي مهمه، سب كلاس از سب تايب اوف سوبر كلاس تايب اند وي كان سبستيتيوت سب كلاس وير سوبر كلاس از اكسبكتد. دايما مين اللي يحل؟ ها، سبستيتيوت السب تايب وين سوبر كلاس، نبدل نحط السب تايب مكان السوبر دايما. تعالوا نقول كل اللي قلناه على الاكزامبل اللي في الكتاب معانا. هنا بيقول لنا ايه يا جماعه؟ عامل كلاس اسمه بابليكيشن. يعني ايه بابليكيشن يا استاذ محمد؟ يعني منشورات او ماتيريال او اللي هي تشمل الكتب والمجازين والحاجات دي كلها. وارث منها كلاس اسمه ايه؟ بوك. وارث منها كلاس اسمه مجازين. هل انت ما بتروح تشتري بتشتري كتاب؟ ايوه. يعني ينفع اطلع اوبجكت من ده، صح؟ اسمه ايه؟ كتاب. واطلع اوبجكت تاني من هنا اسمه مجازين. طب ديسك مجازين، ديسك مجازين دي مجازين الكترونيه، صح؟ على سي دي او على ديسك. في دلوقتي مجازين الكترونيه، صح؟ ورث من مين؟ نفس صفات المجازين بس عنده صفات اضافيه، ان انا اقدر اعمل سيرش على الكمبيوتر وارده على فلاش والكلام ده. طب والكلاس البابليكيشن، عمرك رحت قلت لي انا رايح اشتري بابليكيشن؟ لا. البابليكيشن المنشورات دي حاجه عامه، صح؟ الكلاس ده منشا فقط لايه؟ للوراثه، عشان نحط فيه الصفات العامه والناس ترثه، عشان كده كلمه ابستراكت، يبقى كل الناس تحط عند كلمه ابستراكت معناها لا يمكن انشاء اوبجكت منه. لا يمكن انشاء اوبجكت منه. طيب تعال نشوف بقى سؤالي ليك قبل ما نحل السؤال، رد عليا، هل ينفع، يلا، هل ينفع البابليكيشن يحل محل المجازين؟ لا، صح؟ لكن ينفع المجازين يحل محل البابليكيشن؟ ايوه. كل الوظائف اللي بتتم عند البابليكيشن يقدر يقوم بيها المجازين لانه وارث ويزيد عليها كمان، صح؟ يبقى السب كلاس كان سبستيتيوت سوبر كلاس، وبناء عليه عايزين نحل الامثله دي. يلا يا جماعه، بيقول لي لوك ات ذا كلاس دايجرام اللي احنا شفناه على اليمين، ديسايد ويتش اوف ذا فولوينج لاين اوف ذا كود وود بي ليجل. بيجي كتير في الامتحان الجزء ده، طبعا غير كتابه الاكواد، يسالك سؤال سي كده يقول لك مين في الجمل الجايه ليجل ومين نوت ليجل. طيب تعالوا نفهم السطر الاول، خليكم معايا لحظه هنا. اول سطر بيقول بابليكيشن بي، يعني عرف متغير اسمه بي من النوع بابليكيشن. مين بابليكيشن؟ ده السوبر كلاس ده، صح ولا لا؟ مظبوط. بعدين بيساوي نيو، يعني انشا اوبجكت من بوك. مين اللي قال الكلام ده؟ هو اللي قال، عمل كتاب وحط فيه البارامتر بتاعته، اسم الكتاب، نوع الكتاب، تفاصيل سعر الكتاب، كل التفاصيل. هل ينفع الريفرنس ده يتحط مكان البابليكيشن؟ طبعا ينفع. يبقى الابن يحل محل الاب، السب يحل محل السوبر، يبقى الجمله دي ليجل. عرفنا فاريبل اسمه سوبر كلاس بابليكيشن وحطينا فيه سب كلاس، ينفع طبعا. طب السطر اللي بعده، بابليكيشن ينفع تبقى ديسك مجازين؟ لاحظ الفرق،
بابليكيشن هنا والديسك ماجازين هنا ينفع، لان الصفات بتورث للسب والسب السب، صح ولا لا؟ فبالتالي نفس الجملة صحيحة، لان ده سب كلاس وده سوبر كلاس في نفس الشجرة. خلاص دي كمان ليجل. طب اللي بعده، المجازين والديسك ماجازين، رد عليا. المجازين ده السوبر، ينفع نحل محله ديسك ماجازين؟ طبعا ينفع، طبعا ينفع. وانا عايز اوضحها شوية بس الجملة دي. السطر ده يتكتب ازاي؟ السطر ده يتكتب كده. اول فكرة كان انت عندك مجازين اسمها ABC تساوي نيو ماجازين، ده اصل الكود كده، اتفقنا؟ فينشئ اوبجكت اسمه ABC ريفير للمجازين العادية الورقية، صح؟ لكن كمان شوية رحنا حدثنا الدنيا وعملنا ديسك ماجازين، فأنشأنا الأوبجكت عن طريق جملة اسمها نيو ديسك ماجازين. السؤال اللي أسأله لك هو الديسك ماجازين ده مش تشايلد من هنا؟ إذا يجوز أخد العنوان بتاعه وأحطه مكان المجازين نفسها، فيبقى لما أكتب العنوان بتاعه هنا كأني مسحت الأدرس ده وسجلت مكانه أدرس تاني، فيبقى السطر الأخير ده هو الجملة دي معرف الفاريبل من مجازين بس حطيت فيه ريفرنس لديسك ماجازين. السؤال عشان تكون الجملة صح ولا غلط، لو ده سب وده سب يعني سب كلاس او تشايلد يعني، وده سوبر كلاس في نفس الشجرة، يبقى الجملة دي صحيحة، يبقى الجملة دي صحيحة، ويبقى دي كمان ليجل. ليجل. تعالى للي جاي بقى. ديسك ماجازين يساوي ماجازين، انا عرفت فاريبل من ديسك ماجازين، ينفع احط فيه ماجازين؟ لا، الجمله دي غلط، illegal. illegal ليه؟ علشان ما ينفعش انشئ اوبجكت من السوبر كلاس ويحل محل السب كلاس، غلط الجمله دي. طيب السطر ده صح ولا غلط؟ publication بي يساوي نو publication، اتفقنا. لما نلاقي كلمه abstract معناها لا يمكن انشاء اوبجكت. انشات اوبجكت ازاي؟ ممنوع تنشا اوبجكت. ايه اللي منعك تنشا اوبجكت؟ كلمه ابستراكت. يبقى نكتب نوت ليجل او الليجل بسبب بيكوز ايه؟ ابلكيشن از ابستراكت كلاس. كده نبقى خلصنا الفقرة الأولى بسرعة، وهنحتاج نقرا شوية بس كده عشان موضوع الأوبوليمورفيزم ندخل فيه، فهلخص كل اللي قلناه في الباراجراف اللي جاي سريعا. أول حاجة بيقول لي if subclass object substituted then it must implement، لو كان subclass حل محل الأب في implement all methods in the superclass، ماشي. overriding method، لما نعمل overriding وهنشرح يعني ايه overriding دلوقتي، we must ensure that they are still substitutable for the method being replaced. In overriding method, method should not be overridden with functionality which perform an inherently different operation. يعني ايه؟ يعني subclass can never remove operation inherited from superclass. This would break the guarantee because subclasses extend the capability of their superclass. وقف كده عشان نفهم الجزئية دي، مهمة جدا جدا يا أستاذ محمد. بقى عايز أقول لك إن في كلاس في الجافا، في كلاس معروف في الجافا لازم نكون حافظينه، اسمه أكبر كلاس في الجافا، الجد الأكبر، اسمه Object. عنده تو ميثود مهمين جدا هندرسهم الكورس ده، واحدة اسمها toString بتطبع محتويات أي كلاس، اسمها toString، والتانية اسمها equal. يبقى تاني كده، احنا عندنا كلاس في الجافا اسمه ايه؟ اوبجكت. ده السوبر الكبير، مفيش حد اعلى منه، كل الكلاسز وارثه من السوبر الكبير اللي اسمه اوبجكت. وتو سترينج دي ميثود بتعمل ايه؟ بتطبع محتويات الاتريبيوت، طباعه الاتريبيوت. يعني انت عندك اسمك وعمرك والجريد بتاعك ومش عارف عنوانك ورقم تليفونك، كلهم بيطبعوا، نقدر نعمل لهم فورمات بميثود اسمها تو سترينج. وعندنا ميثود اسمها ايكوال، تقارن، مقارنه تو اوبجكت. عندنا اتنين اوبجكت من حاجه معينه نقدر نقارنهم باستخدام ايكوالز. فانا لما اعرف الميثود دي عايز يقول لنا يا جماعه احنا عند الوراثه مش هنا في تو سترينج؟ تو سترينج، انا بعيد كتابه تو سترينج مره ثانيه. يعني ايه اعيد كتابتها؟ يعني هي الميثود اللي كتب كده او مكتبها انا عندي public string، دي صيغتها على فكره اللي المفروض تتحفظ، public string to string، ما بتاخدش حاجه وبتعمل ايه جوه؟
بتعمل ريتيرن للسترينج، عارفين مين؟ لو انا هنا كلاس اسمه مثلا، ركزوا معايا، لو كلاس هنا اسمه مجازين، مجازين، فتطبع لي ريتيرن، بص، اسم المجازين زائد الفاريبل اللي اسمه نيم، اكيد المجازين دي لها اسم، زائد بعد الاسم المجازين في تاريخ الاصدار، يبقى الديت، يطبع كلمه ديت ويحط جنبها زائد الديت فاريبل، بس كده، بس كده. طيب ان ده كان كلاس اسمه ايه يا جماعه؟ مجازين. لما اعمل كلاس تاني اسمه ديسك مجازين، اللي هي المجله الالكترونيه، هل ينفع اكتب الميثود دي مره تانية؟ اولا كلمه اوفر رايدنج يعني اعاده كتابه نفس الميثود اللي كانت موجوده في السوبر كلاس مع تعديل البادي، مع تعديل البادي، فانا هعيد كتابه نفس الميثود. طب وايه اللي هيفرق معايا؟ ان انا اقول له اسم المجازين وتاريخ اصدار العدد والسايت اللي هقرا منه المجازين، صح؟ يبقى معنى كده ان انا بعمل اوفر رايدنج، بعيد كتابه الميثود اللي انا ورثتها، ده ورث السوبر ميثود اللي اسمها تو سترينج، ويعدل عليها بشرط انه يحافظ على البيهيفير. يعني لازم عشان كل شغلي يكون صح اعمل ريتيرن نيم زائد نيم زي ما قلنا دول كده، زائد ديت زي ما شفنا. كمان ازود حاجه اخيره اللي هي مثلا ايه، الويب سايت ادرس، عشان المره دي المجازين دي ممكن تكون على موقع الكتروني، فيبقى الويب سايت بتاعها يكون كذا. يبقى انا حافظت على البيهيفير، كانت بترجع سترينج بقت بترجع سترينج، لكن ما حدش يقول لي اصل انا هنا هعمل ايه؟ هحسب لك البرايس، لا انت كده غيرت البيهيفير بتاعها. يبقى الكلام ده كله معناه، معلش نكتب كده مع بعض، اوفررايد ميثود اللي احنا شفناها اللي هي تو سترينج بتتورث مرتين، مكتوبه اهو في الاكزامبل، وي وود تشوز اوفررايد ميثود تو سترينج ميثود initially define object with an object with publication and override it again من magazine so the string return provide better description. بس كل اللي هتعمله ان هي بتعمل ايه؟ وصف بطريقة افضل. However we should not override to string method in order to return price. فما تغيرش behavior بتاعها. يعني عايز يقول لنا لو سمحت ما تكتبش الميثود اللي انت ورثتها، معلش ركزوا معايا كده، تكتب public string. تقول لي بص بقى انا عايز اعمل اوفررايد، يعني ايه؟ يعني عايز اعدل البيهيفير. اقول لك حاضر، خد عدل البيهيفير، تقول لي ريتيرن برايس. هي الميثود اصلا كانت بتعمل ايه؟ كانت بتطبع المحتويات، انت خليتها تعمل ايه؟ ترجع البرايس. انت خربت الفكره بتاعت الاوفررايد، خربت الفكره بتاعت الاوفررايد. يبقى المطلوب مننا عند كتابه الميثود مره ثانيه في الوراثه لا يجوز ها تعديل البيهيفير بتاع الميثود. امال نعمل ايه؟ نحسن البيهيفير، نخليه يطبع قيمه زياده، نخليه، لكن ما نغيرش القيمه بتاعته نهائيا. هنشوف ده باكزامبل دلوقتي. Don't doing this break، عايز يقول لنا break substitutability principle، هيخرب او يكسر قاعده substitutability عشان مش هينفع يحل محله بعد كده. طيب نقطه البوليمورفيزم، because instance of subclass instance of superclass، بالظبط عايز يقول لنا ان الانستنس يعني الاوبجكت يا جماعه، اكتبوا عند كلمه انستنس يعني اوبجكت. احمد مثلا من اي او يو ستودنت، انستنس اوف سوبر كلاس، وي كان هاندل سب كلاس اف ذي وير سوبر كلاس اوبجكت، هيحل محله. فيرذر مور بيكوز سب كلاس او سوبر كلاس جارانتي سيرتن اوبريشن، سب كلاس وي كان انفوك ذوس اوبريشن وذاوت كيرينج وذ سب كلاس اكشوال اوبجكت انستنس. These characteristics termed polymorphism, originally meaning having multiple shape. Polymorphism is fancy name of common idea. حد فاهم حاجة؟ أكيد لأ. طيب يبقى عشان نفهم، ركزوا معايا واكتبوا اللي هقوله دلوقتي عشان مهم جدا. يعني إيه polymorphism؟ يعني إيه polymorphism؟ بوليمورفيزم معناها اللي هقوله حالا، لو انا عندي كلاس اسمه كالكوليتر، كلاس اسمه كالكوليتر، ايه اللي عايز تعمله في الكالكوليتر يا شباب؟ عايز تحط ميثود بتجمع، بص كده معايا، سم، فاكرين 105؟ انتجر اكس و انتجر واي، بترجع ايه دي؟ المجموعه، وبابليك، فاكرين؟ بابليك انتجر سم، وبعدين جوه هكتب هنا x زائد y وجملة return سيمي كولون، خلصنا. ايه اللي كتبناه؟
ميثود. لو سألت حضرتك قلت لك هي الميثود دي بتجمع ايه او بتعمل ايه، هتقولي لي كده ببساطة، ها بتجمع ايه؟ تجمع ايه؟ قولي لي اللي هما مين ومين. ايوه بتجمع اتنين انتجر، صح ولا لا؟ طيب انا عايز ميثود تانية تجمع تو دبل، رقمين كسرين، لازم اعمل ميثود تانية، صح؟ صح اللي هقوله ولا غلط؟ public double، صح؟ هسميها ايه بقى؟ sum، مش هينفع اسميها نفس الاسم، اسميها sum double مثلا، وبعدين هنا تاخد double x ودبل ايه؟ ها قول، ودبل y، وجوه تعمل return لمين؟ x زائد y، ما بتجمع الرقمين. فلما نيجي نعمل الكلاس بتاعنا اللي هيستخدمهم، انت تيجي بره هنا محمد يقول لي محمد دوت عايز يجمع sum، لو محمد كتب sum بس وحط 5 و7 الميثود هتنفذ مين؟ دي. طب ولو كتب محمد calculator دوت sum double وحط 3.5 و2.7 هتجمع الميثود دي، هتنفذ الكود ده، بس هل ده منطقي؟ معناها ان انت في الكالكوليتر لازم عندك علامة بلس للكسور، علامة بلس للأعداد الصحيحة، صح ولا لأ؟ ها فاهمة؟ مش فاهمة حاجة؟ طيب طيب ما انا بشرحها اهو من البداية، دي ميثود اسمها ايه؟ ودي ميثود اسمها سام دي، صح؟ فده باد ديزاين وشكله سخيف جدا، ليه؟ لان مطلوب من محمد، انا دلوقتي عايز اجمع ثلاث ارقام، هجمع له ميثود بتجمع ثلاث ارقام، ميثود ثالث، وميثود بتجمع اربع ارقام، وميثود بتجمع اربعه ديجيت، وميثود بتجمع خمسه انتجر، يبقى كم ميثود؟ عدد لا نهائي من الميثود. فالجافا قالت لك لا ما تعملش كده، امال اعمل ايه؟ اسمعني بقى، قاعده الاوفرلودنج اللي بتعمل البوليمورفيزم هيحصل ايه؟ هنسمي الميثود في كل الاحوال نفس الاسم، هنسميها سم، وهنا هنسميها سم، طب والثالثه هنسميها سم، طب والرابعه هنسميها سم، بس ايه الفرق؟ مره بتاخد اكس وواي وزد، مره بتاخد اكس وواي دبل، مره بتاخد اكس وواي انتجر، وحضرتك هنا تكتب سم بس، وحسب ما تحط، حطيت 3 و5 و7 الميثود هتستدعي اوتوماتيك الجافا كومبايلر هيعمل ايه، او الجافا ران تايم، اسمه الران تايم بتاع الجافا هيعمل ايه؟ اوتوماتيك هيعد، يقول انت حاطط لي 3، عندي سم بتاخد 2 وسم بتاخد 2 وسم بتاخد 3، هيشغل دي. زميلتك قررت تعمل رقمين كسريين، فتقول لي سم 1.5 و3.6، فاوتوماتيك الجافا كومبايلر يقرا الرقمين دول يلاقيهم ايه؟ كسور، فيروح يدور 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 يشغل دي. فهمنا يا جماعه؟ يبقى الجافا عملت ايه دلوقتي؟ سمحت لك تكتب الميثود باسم واحد، انت مين؟ انت المبرمج، صح؟ تكتب الميثود باسم واحد وتناديها بنفس الاسم، بس بشرط غير السيجنيتشر. غير السيجنيتشر يعني ايه؟ غير اللي هنا، يلا هنغير اللي هنا، يا اما الدبل والدبل يبقوا انتجر وانتجر، يا اما بدل ما يكونوا 3 دبل يبقوا 3 انتجر او 2 انتجر، المهم ان انت تغير السيجنيتشر. معنى كلمه بوليمورفيزم يعني وان ميثود دو ميني تاسك. ويحصل ازاي ده؟ امتى نقول ده يتحقق بحاجه اسمها الاوفرلودنج؟ والاوفرلود يبقى البوليمورفيزم، بولي ده شكل من اشكال البوليمورفيزم. فهمنا معنى كلمة بوليمورفيزم عشان هنقرا دلوقتي؟ وان ميثود هي ميثود واحدة، دو ميني تاسك، تجمع رقمين وتجمع ثلاثة وتجمع أربعة وتجمع كسرين وتجمع كذا وتجمع كذا. طيب جميل، من أشكال البوليمورفيزم حاجة اسمها أوفرلودنج. أوفرلودنج يعني إيه أوفرلودنج؟ اسمع التعريف واحفظه عشان ده مهم جدا للامتحان. تو ميثود، حفظ اللي هقوله دلوقتي، تو ميثود with same name، بيجي في الامتحان يقول لك طلع overloading، لازم تكون عارف التعريف واكتب نظري كمان مطلوب. two method with the same name in same class، لازم اقول كده بالظبط، في نفس الكلاس، مالهم بقى؟ ها has two different signature، different يعني ايه؟ يعني عندي اتنين ميثود
بنفس الاسم في نفس الكلاس مختلفين في الاقواس. يعني ايه في الاقواس؟ في البارامتر اللي جوه الاقواس. وريني كده ازاي. صم بتاخد دبل ودبل، صم بتاخد 3 بدل 2، صم بتاخد 2 انتجر. واحد يقول لي طب ما هي انتجر اهي و3 انتجر تحت. ايوه دول 3 ودول 2، يبقى مختلفين ولا لا؟ مختلفين. والجافا ران تايم بتاعها اللي هو الجي ار اي او اسمه جافا فيرتشوال ماشين سمارت، بحيث ان انت تكتب بس اسمها وتحط هو هيفهم، لو لقاهم 3 هيروح ينادي الميثود اللي ب3. وصلت الفكره؟ ها قربت شويه. طيب فبالتالي الكلام اللي احنا قريناه ده كله نقدر بقى نلخصه بالشكل الاتي: Polymorphism is fancy name for common idea. Publication come various shape. Book, magazine, disk magazine. We can invoke cell copy. Cell copy for any of these publication irrespective specific detail. ايه ده ازاي الكلام ده؟ يعني انت تقول سيل كوبي، وسيل كوبي لوحدها تفهم. لو انت قايل مجازين هينادي السيل كوبي اللي في المجازين، لو انت قايل ديسك مجازين هينادي نفس الميثود. مش احنا قلنا اسم تكتب الميثود مره واحده باسم واحد صح؟ بس هيختلف في ايه؟ في البارامتر بتاعها. بوليمورفيزم ميك اتس فيري ايزي تو اكستند فانكشناليتي. من ضمن الصفات بتاعتنا ان هي بتساعدنا على تزويد او يعني تطوير زياده الفانكشناليتي او الوظائف في البرنامج اللي احنا بنستخدمه. نروح لبعد كده اكستندابيلتي. يلا الصفحه اللي بعدها اكستندابيلتي. We need to facilitate creating a new computer program during adapting this program. Of course, a program of good programming standard commonly layout have part to play here, but also polymorphism can help as it's allowed program to made and that are easily extended. يعني عايز يقول لنا البرامج الجيدة، ما فيش نظر يعني قوي عندنا، لكن عايز يقول ان البرامج الجيدة هي اللي بتكون ستاندرد وفيها كومنت مكتوب بطريقة صحيحة و have to part play. الجزء المهم ان انت تكون مطبق فيها البوليمورفيزم. واحنا اتفقنا ان السب كلاس از تايب كومباتبل وذ سوبر كلاس، يعني متوافق مع السوبر. لازم يا جماعه نعرف دي، ان السب كلاس متوافق في النوع مع السوبر، لازم يكون من نفس النوع. كومباتبل يعني من نفس نوعه. الاي او ستودنت والستودنت من نفس النوع، هما الاثنين ستودنت، بس ده خاص وده عام. Any subclass object can be passed as publication. اي كلاس من الكلاسز اللي احنا شفناها مجازين وديسك والحاجات دي كلها تتعامل كانها publication. اسمع كده، تحل محل البابليكيشن. تاني، تحل محل البابليكيشن. يبقى لما احط ميثود اسمها سيل بوك، بص عشان نوضح الكلام ده وما نضيعش وقت كتير في الكلام. عارف لو مفيش، بصوا يا جماعه ركزوا معايا في الحته دي، تعالوا نتفكر في الموضوع زي ما قلنا دلوقتي من غير البوليمورفيزم. كان زمانك رحت للكلاس اللي اسمه بوك لازم تحط ميثود اسمها سيل ايه، وعند الميثود بتاعت المجازين تحط سيل مجازين، وعند الميثود بتاعت الديسك الكلاس بتاع الديسك مجازين تحط سيل، صح؟ ولما تيجي تشتغل انت كمبرمج عايز تبيع دلوقتي فلازم تعمل زرار لبيع المجازين وزرار، صح ولا لا؟ لا انت ما تعملش كده، ما تحطش ولا واحده من الثلاثه دول. امال اعمل ايه الصح؟ ولا اعمل دي ولا اعمل دي ولا اعمل ايه؟ اعمل واحده ثانيه اسمها سيل ايتم. ركز معايا، سيل ايتم احطها فين؟ احطها في البابليكيشن. مش البابليكيشن ده الجد الكبير؟ حطها عند مين؟ البابليكيشن. وهما كلهم ايه؟ وارثينها. فباي ديفولت لما اقول سيل ايتم انت واقف عند مين؟ عند المجازين. يبقى سيل ايتم يعني مجازين، الجواب هتفهم لوحدها. وصلت الفكره؟ يبقى قبل البوليمورفيزم كنت حضرتك مضطره ان انت تعملي سيل بوك سيل مجازين ديفرنت ميثود ان ديفرنت كلاس. بعد ما طبقنا فكره البوليمورفيزم لا، هنعمل واحده بس اسمها سيل ايتم وبتاخد بابليكيشن. مين اللي سمح لي اعمل كده؟ اصل السب كلاس يحل محل السوبر كلاس، كلهم هيحلوا محل بابليكيشن. فالمجازين هتحل محل البابليكيشن، والبوك هيحل محل البابليكيشن. فبالتالي الجافا فيرتشوال ماشين تو لوك ات ذا اوبجكت هتدور عليك تشوفك ايه. والله لو كنت سيل كوبي للبوك، ولو كنت مجازين هتعمل سيل كوبي للمجازين او سيل ايتم يعني للمجازين. المهم الميثود هتكون باسم واحد وموجوده في كل الكلاسز. فبالتالي تعالوا نبص على المثال العملي. بوليمورفيزم allow us to
افويد اف كونديشن، والا كنت لازم يا محمد تكتب اف. لو كان اللي بنبيعه ده ايتم اسمه مجازين يبقى نادي الميثود بتاعت المجازين. طب لو كان الايتم ده ديسك مجازين نادي الميثود. عذاب، ومش عذاب يعني، اقصد كده اقصد صعوبه على المبرمج ومحتاج هيدك كتير وعدم مرونه. طب والحل؟ ركزوا بقى في الكود اللي جاي ده عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لنا. ده كلاس اسمه كاش تيل، دي عمليه البيع. عارفين ماكينه البيع؟ فماكينه البيع فيها رانينج توتال، عايز يعرف انت اشتريت كام حاجه. دخلتي المكتبه خدتي، اسمعي معايا كده الكيس، خدتي اتنين بوك، اتنين بوك وواحد مجازين وواحد ديسك مجازين. لو البرنامج معمول من غير البوليمورفيزم معناها الراجل وهو بيحسب لازم ينادي اوبجكت اوبجكت وينادي الميثود، عنده زرار لبيع المجازين وزرار، فاهم، وزرار تاني في الكيبورد بتاعته او في الشاشه اللي عنده زرار لبيع، لكن لا هو هيقول بيع ايتم صح، ويضغط بيع والايتم ده يتباع، تتم البروسيس كلها ويتسجل الايتم بميثود واحده اسمها ايه، بيع ايتم، سيل ايتم. واضح الفكره؟ فايه اللي هيحصل هنا؟ بصوا كده الميثود اسمها ايه، سيل ايتم. احنا في مكان تاني غير الكلاسات الثلاثه عشان نفهم الكود ده كويس. على فكره الكلاس شكله كده بالكامل، جوه الكلاس في متغير واحد اسمه ايه، التوتال، وبعدين في الكونستراكتور. عرفت منين ان ده اسمه كونستراكتور؟ خدنا ده في يونت 2 ولازم يكون محفوظ. قلنا الثلاث علامات بتاعت الكونستراكتور، حد يفكرني بيهم؟ اسمه نفس اسم الكلاس، ملوش ريتيرن تايب، ومسؤول عن انشاء اوبجكت، صح ولا لا؟ ده الكونستراكتور. بعدين في ميثود اسمها سيل ايتم، بدايتها فين؟ بدايتها من هنا، نهايتها فين؟ نهايتها من هنا. اذا دي ميثود. شفنا ازاي الكود يتقسم يا جماعه، لازم في الامتحان نتعلم نقسم الكود بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده في ميثود اسمها ايه، شو توتال، هتعرض لي التوتال. يبقى الكلاس اللي قدامي ده بيتكون من كام حاجه، عد معايا، واحد متغير، اثنين الكونستراكتور، ثلاثه ميثود اسمها سيل ايتم، اربعه ميثود اسمها شو توتال. عايز يوضح لنا ايه، او احنا بنركز على ايه دلوقتي؟ بنركز على سيل ايتم. خلي بالك الماكينه بتاعت البيع دي اللي هي كاش سيل بتتعامل مع مكتبه، والمكتبه فيها اغراض كتير جدا، لان انت هتطبق البوليمورفيزم مش محتاجين غير ميثود واحده اسمها سيل ايتم. بتاخد ايه؟ بتاخد بابليكيشن. طب حضرتك لما رحت اشتريت اتنين بوك، ما هو الاتنين بوك من النوع بابليكيشن وارثين منه، فاوتوماتيك هيعمل ايه؟ هيروح يقول بابليكيشن اللي هو ده، بص اقرا معايا الكود بالترتيب اللي انا بقول لك عليه، هياخد منك البارامتر، فزميلك حاطه بوك 1 الكتاب الاول، هل ينفع البوك يحل محل البابليكيشن؟ ايوه، لان البوك وارث من اللي ضيعنا فيه وقت طول المحاضره في الاول، البابليكيشن وارث، البابليكيشن ينفع يحل البوك وارث من البابليكيشن، يبقى البوك يحل محل البابليكيشن، فينفع هنا ده يكون بوك 1 دوت جيت برايس، فيجيب سعره ويحسب التوتال، وسيل كوبي تنفع تشتغل لان هي على البابليكيشن بشكل عام، ويطبع السولد واسم الكتاب ات وبعدين جيت برايس وبعدين توتال ويحسب التوتال. بعدين الميثود تشتغل مره تانية، عارف ليه؟ سيل ايتم تاني هي هتشتري ايه؟ مجازين، فيدخل مره تانية، هل ينفع المجازين تحل محل؟ ايوه، المجازين تعامل معامله از ابلكيشن، صح ولا لا؟ فبالتالي الكود ده بيوضح لنا الاتي، بيوضح لنا ان انا لما طبقت البوليمورفيزم، اسمعوا كده، كتبت اهي ميثود واحده، دي كلها ميثود واحده بتشتغل مع كل الكلاسات، بشرط احطها فين؟ احطها في الكلاس الرئيسي اللي فوق اللي وارث منه كل الكلاسات الباقيه. طب لو ما عملتش كده، شايف الكود ده؟ كنت كتبته اربع مرات، خمس مرات، 10 مرات، ليه؟ كل ما يبقى عندك صنف جديد لازم تعمل له ميثود جديد. وصلت الفكره؟ معلش هو النظري كتير الشابترز دي، بس خلاص التمارين هتبين اكتر وهنلخص فيها الحاجات دي. This is implicitly invoke، عايز يدينا مثال كمان يوضح لنا فيه. بصوا يا جماعه هنا ايه ملاحظين؟ ادي البابليكيشن نفس الكلام، بابليكيشن وارث منها البوك، وارث منها المجازين، وارث منه الديسك المجازين. حد يقول لي فين هنا السوبر؟ عايز واحد سوبر. مين السوبر كلاس؟ طيب صح، السوبر كلاس بالنسبه للديسك المجازين، لكن الجريتست سوبر او اعلى واحد هو مين؟ البابليكيشن. طب وده؟ ده بيستعمل ده، عشان السهم ده معناه انه اكسس، يعني كرييت اوبجكت، يعني الكاش تيل مش من نوعهم، ملهاش دعوه بالوراثه، دي لها علاقه معاه، صح؟ يوز ات امبليسيتلي انفوك تو سترينج ميثود
subclass object. Remember that toString is different for book عند magazine. خلي بالك هنا toString كانت موجودة، فاكر اللي قلنا عليها؟ لما انت عملت book toString بتطلع معلومات غير toString بتاعت magazine، غير toString بتاعت ده، بس هما كلهم اسمهم ايه؟ اسم واحد toString. فانت لما تنادي كل واحدة فيهم، بص معايا كده في الكود هنا، المفروض ان في هنا كولينج الميثود اسمها toString، اهي اللي المفروض اللي بتعمل ايه؟ تطبع المحتويات اللي انتوا شايفينها دي، تطبع المحتويات. المفروض نشيل دي ونحط مكانها ميثود اسمها toString على سبيل المثال يعني. فعايز يقول لنا this is polymorphism in action using toString operation invoke appropriate toString. يعني ايه؟ يعني انت بس تقول toString ومالكش دعوه، هنا في واحده وهنا في واحده وهنا في واحده. طيب انت واقف على كتاب ولا على مجازين ولا على ديسك مجازين؟ لو انت كنت بتقول book 1 dot toString هينفذ اي واحده؟ بتاعه البوك. طب لو كنت كاتب مجازين دوت toString هينفذ اوتوماتيك اللي عند مجازين. يبقى تاني مره او اخر مره نكرر، عمليه البوليمورفيزم معناها توحيد اسم الميثود مع تغيير السيجنتشر، توحيد اسم الميثود مع تغيير السيجنتشر. اتفقنا؟ نعمل اكتيفيتي عشان نفهم حاجه. تعالوا نشوف الاكتيفيتي. الاكتيفيتي بتقول ايه؟ look at the diagram، واللي ما فهمش قوي من الشرح الاكتيفيتي هي الحل. publication عندك جوه تلات متغيرات، علم عليهم معايا. المتغيرات هي تايتل وبرايس وكوبيز. يبقى اي منشور في الدنيا له عنوان وله سعر وله عدد النسخ المتاحه، وعنده ميثود اسمها سيل كوبي. من مين؟ احنا بنتكلم على مين؟ على بابليكيشن. بعد كده وارث منه مين؟ مجازين. هسال حضرتك سؤال، هو في كام متغير عند مجازين؟ صح، ليه خمسه؟ اوردر كوانت اوردر كوانتيتي، وعنده ايه مكتوب مش شايف؟ current issue، صح؟ current issue order quantity، وكمان المجازين عندها التايتل والبرايس والكوبي. عندها كم ميثود؟ adjust quantity، وعندها receive new issue، وعندها sell copy كمان موروث، صح ولا لا؟ طيب السؤال بقى، هل السطر ده صح ولا غلط واللي بعده صح ولا غلط؟ تعالوا نمر نعدي عليهم واحد واحد. ايه ينفع اقول publication p يساوي new publication وبعدين p dot sell copy، صح ولا غلط؟ publication b يساوي new publication بعدين p dot sell copy. الاول publication b يساوي new publication يعني انشا object من الكلاس ده، ما دام مش كاتب abstract class يبقى ينفع، ما دام مش كاتب abstract يبقى يجوز انشاء object منه، يبقى دي صحيحه. طب ينفع اقول b dot sell copy؟ ينفع اقول b dot sell copy؟ طبعا ينفع اقول b dot sell copy. ليه؟ لان سيل كوبي موجوده عند البابليكيشن، يبقى الجمله الاولى دي صحيحه لان انا انشات اوبجكت بي وبعدين عملت بي دوت سيل كوبي. طيب الجمله الثانيه، بابليكيشن بي نيو بابليكيشن بعدين بي ريسيف نيو ايشو، ينفع؟ تاني بصوا عندي هنا، احنا عملنا اوبجكت من مين؟ من بابليكيشن، ينفع استدعي الميثود دي للبابليكيشن؟ يجوز ولا لا؟ طبعا لا. ليه لا يجوز؟ لان الكلاس اللي اسمه ابلكيشن ما يعرفش حاجه اسمها ريسيف، دي موجوده عند ابنه، اتعرفت عند التشايلد، صح؟ يبقى تاني احنا قلنا مين اللي بيورث مين؟ الابن يرث الاب، صح؟ فين الابن هنا؟ ده السب كلاس. وفين السوبر كلاس؟ ده السوبر كلاس. طب انا السوبر كلاس كان عندي ميثود اسمها سيل، ابني ورث السيل السب كلاس بتاعي وضاف ميثود اسمها ادجاست وضاف ميثود اسمها نيوز، هل انا اقدر اشوف الميثود اللي عنده؟ لا طبعا. يبقى لما عملنا اوبجكت من ده نكتب عنده كده من السوبر كلاس، لا يجوز استدعاء ميثود من السب كلاس بالنسبه للسوبر كلاس. illegal، هو حاطط اجابه اهو illegal، بس احنا عايزين ننفع نفهم هنكتب ايه. السطر الثالث بيقول publication b new magazine وبعدين بيس الكوبي، ينفع ولا لا؟ ينفع. وضح لنا معناها ايه؟ وضح لنا معناها ايه؟ هنا بيقول publication b، اسف سطر 3، publication b وراح عامل فيها
اللي هي عملية السبستيتيوشن، صح؟ يا جماعة احنا في رقم سي. سبستيتيوشن يعني بعد ما عرف فيه راح مخليه يشاور على مجازين. مين اللي قال؟ اهو السطر الثالث، انشأ مجازين. يبقى هنا دي ايه نوعها؟ مجازين، صح؟ طب السؤال بي دلوقتي بتشاور على مين؟ على مجازين. يبقى اقدر اقول بي دوت استخدم ميثود من دول؟ طبعا. ليه؟ لان البي ما بقاش نوعها ابلكيشن، بقى نوعها مجازين. هو ينفع اشيل الابلكيشن واحط مكانها مجازين؟ ايوه، لان المجازين سب والمجازين سبستيتيوت السوبر، صح ولا لا؟ فيبقى بالتالي الجمله الثالثه صحيحه. الجمله الرابعه بتقول ابلكيشن بي نيو ماجازين بعدين بي دوت ريسيف، ها ابلكيشن بي يساوي نيو ماجازين. بعد كده احنا في الاولى اللي فاتت دي كان سيل كوبي، فسيل كوبي كانت صحيحه لان موجوده عنده، لكن هنا ريسيف نيو هيقول لي لا ما ينفعش ان انا استخدمها. بص معايا هنا يا شباب ايه اللي مكتوب، هنرجع مره ثانيه معلش الرقم 3 نوضحها، لان احنا قلنا اسم الميثود مش مظبوط، هي صح ليجل بس احنا قلنا السبب مش مظبوط. تعالوا نشرح رقم 3، معلش مش واضحه بقى انا قايلها من السلايد بتاعتي. هنشرح رقم 3 مره ثانيه. رقم 3 بتقول ان هو عرف فاريبل اسمه بابليكيشن من النوع بابليكيشن، خلاص يبقى عندي فاريبل اسمه بابليكيشن. بعدين انشا جواه اوبجكت من نيو ماجازين، فبقى هنا عنده اوبجكت من نيو ماجازين. ينفع؟ طبعا ينفع. ليه؟ لان السبستيوشن. بس لما يقول لي بي دوت، بي دوت هو نوعه ايه؟ نوع اصلا بابليكيشن، فلما يستدعي الميثود سيل كوبي، سيل كوبي موجوده فوق صح؟ فهي اوريدي موجوده فوق وتحت، فعشان كده السطر الثالث ده هيكون ليجل، ليجل بسبب ان البي تعرفت على انها بابليكيشن رغم ان احنا حطينا فيها اوبجكت من ماجازين. طب السطر الرابع بقى، بابليكيشن از نيو ماجازين، يبقى هو عرف البابليكيشن از بابليكيشن بعدين عمل لها ريفرنس زي ما عملنا كده للماجازين. ينفع اقول بي دوت ريسيف نيو ليت نيو ايشو؟ غلط. ليه غلط دي؟ لان انا اوريدي معرفها از بابليكيشن، فما اقدرش استدعي الا الميثود اللي متعرفه عندها فوق في البابليكيشن بس، ونيو ايشو دي ليست بابليكيشن. اخر حاجه هيعرف ماجازين ويقول لي ماجازين دوت ريسيف، طبعا دي مسموح لان انا اوريدي معرف من ماجازين والماجازين عندها الميثود اللي اسمها ريسيف نيو ايشو، فيبقى الجمله الاخيره ليجل. وكده نبقى خلصنا المثال ده. تعالوا ناخد المثال بتاعته اللي بعده. Look at the diagram below and note and noting that student is an abstract class. عايز حد يقول لي يعني ايه ال student abstract class؟ افهم منها ايه؟ Can not create object. Abstract class احفظي لو سمحتي، قلناها قبل كده. Abstract class لا يمكن انشاء object من الكلاس. مش فاهم يعني ايه لا يمكن انشاء object؟ يعني لو جيت لك كمان شويه في كود وكتبت كده student s يساوي new student، قولي لي انت بتكتب كود غلط، لا يمكن انشاء object بسبب كلمه abstract. فاهمه؟ طيب اوكي، لا مفيش ضيعتي ولا حاجه، نوضح مفيش مشكله. اسمعي كده وركزي، احنا ايه فكرتنا؟ الفكره باختصار ان احنا يكون عندنا كلاس. تعالوا نعمل كلاس اسمه زي ما قلنا المثال نيل. ينفع اعمل يعني ايه كلاس؟ يعني صفات بشكل عام صح؟ يعني ان جنرال عندنا كلاس اسمه نيل. في حد فينا اسمه ميل او في ميل؟ صح؟ لكن انا عايز انشئ اوبجكت. ما معنى كرييت اوبجكت او انستنس؟ يعني اكتب كده ميل علي يساوي نيو ميل، يعني انشات اوبجكت حقيقي اسمه علي من النوع ايه؟ الجمله دي فاليد ولا نوت فاليد؟ فاليد في اي كلاس في الدنيا الا الكلاس اللي يكون عنده كلمه ابستراكت زي هيومن. كلاس هيومن مفيش حد فينا هيومن، فبنروح احنا في الجافا عشان تفهم اللي احنا عايزين نقوله نحط كلمه ايه؟ ابستراكت. معناها ايه جمله ابستراكت؟ معناها
لا يمكن إنشاء أوبجكت، واضح؟ لا يمكن إنشاء أوبجكت من الكلاس ده. طيب جميل، يبقى لما أكتب كده human علي يساوي new human، قولي لي السطر ده غلط. ليه غلط؟ لأن الكلاس اللي أنت بتنشئ منه نوعه abstract، فلا يمكن إنشاء أوبجكت، منعنا إنشاء الأوبجكت، صح؟ وصلت؟ ها؟ زي كلمة فيكل، أدي مثال تاني معلش، فيكل، كار، شيب، ترين. ها؟ حد يقول لي ترين ده كلاس، وكار ده كلاس، وشيب دي كلاس، وبايسايكل دي كلاس، صح؟ لكن الكلاس اللي اسمه فيكل لازم يكون ابستراكت. انت عندك ايه؟ سيارة، كار، يبقى الاوبجكت بتاعك من النوع، صح؟ ها معايا؟ من النوع ايه؟ كار. ده وارث من فيكل، وده وارث من فيكل، وبتركب الترين، ممكن تركب الشيب، وممكن تركب الايروبلين، بس كل دول نوعهم ايه؟ فيكل. كان في حد في الدنيا قلت لي انا امبارح كنت راكب فيكل، ايه فيكل دي؟ صح؟ فيكل دي مركبه بشكل عام، او وسيله نقل بشكل عام، لكن لا هي حاجه محدده، عشان كده بنخليها ايه يا جماعه؟ ابستراكت، عشان نمنع انشاء اوبجكت، عشان تمنعي تقولي لي ركبت مركبه، ايه مركبه؟ هي اسمها سياره او قطار او طياره، او وصلت الفكره؟ يبقى تاني كده نرجع بقى للاكسرسايز، اول ما تقري كلمه ابستراكت قولي لي لا يمكن انشاء اوبجكت. قلناها النهارده كذا مره. طيب يعني عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول الكلام ده، لو كتبت student يساوي new student وهنا الكونستراكتور، قول لي الكلام ده غلط، لان student abstract. طيب اوكي، بيقول student is an abstract decide which of the following code are valid، عايز يعرف مين الكود الصح ومين الغلط. بس تعالوا نفهم، مين وارث منه؟ PT student، part time student، طلاب part time، و full time student. هل دول abstract؟ abstract class؟ يبقى نقدر نعمل اوبجكت ينفع عندنا طالب فول تايم وعندنا طالب بار تايم، بس ما عندناش حاجه اسمها طالب. وصلت الفكره؟ سؤالي لحضرتك، الفول تايم ستودنت عنده كام ميثود؟ عندي الميثود اتنين، واحده اسمها ابلاي فور لون، يقدر يسجل لون ويقدر يعمل برنت تايم تيبل. اما الطالب البار تايم ستودنت ما عندوش ابلاي فور لون، عنده ابلاي فور جوب، صح؟ وايه كمان؟ وعنده البرنت. وبعدين في ليكتشرر، المحاضر، بيعمل ايه؟ عنده ميثود اسمها هيلب. هيلب لمين؟ عارف دي تشمل مين؟ تشمل الاثنين دول، صح؟ كان المفروض يا استاذ محمد يكتب هنا help، واحده تاخد ال PT student، صح؟ وواحده ثانيه لل part time student، بيساعد ال part time student، وواحده ثانيه اسمها help لمين؟ لل full time student. بس عشان الجافا فيها خاصيه البوليمورفيزم فبيريحك، ما يخليكش تكتب دي ودي، اكتب واحده بس اسمها هيلب، وحط اسم السوبر كلاس ويحل محله كل السب كلاس اللي تحت. وصلت الفكره ولا لسه؟ يلا نشوف الكود بقى، ايه الكود، ونشوف صح ولا غلط، ولا ينفع ولا ما ينفعش. امسح بس العك ده كله، ويلا اقروا معايا كده. اول سطر بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لي سيادتك عندك ستودنت اس، عندنا student s new student، ينفع ننشئ object من student s new student؟ وبعدين قال لي المدرس، هننشئ مدرس اسمه lecturer 1، وال lecturer 1 هيساعد ال student. الجملة دي غلط 100% كلها على بعضها. ليه؟ لأن أنت أنشأت object من student، بينما ممنوع تنشئ object من student عشان abstract class، صح؟ الإجابة مكتوب إيه؟ ها؟ not valid. لازم نفهم يا جماعة عشان نكتب بطريقتنا في الامتحان، محدش يحفظ. Not valid class student is abstract cannot be instantiated. ريحي نفسك واكتبي كلمة cannot be instantiated. مش عارفة تكتبيها، cannot create object of it. بدلها create object of it. طيب التاني، شوفوا الكود التاني. يلا حد يبص معايا هنا، student s يساوي new، ايه ده؟ عرف student، بس لما انشأ ايه؟ full time student، صح؟ دي مقبولة، لان انا عرفت الفاريبل من النوع ستودنت، لو جيت تنشئ هيرفض الانشاء، فانا ما انشاتش، رحت قايل له اعمل لي فول تايم ستودنت، فول تايم ستودنت، اهو كتب، صح؟ طب ازاي انت بتعرف نوع ما احنا قلنا سبستيتيوت،
الانشاء حل محل ده فيبقى صح، ويبقى lecturer I new lecturer help the student المره دي. ايوه دي valid، لان الستودنت عادي من النوع student can be assigned value a variable of type student. This can be passed as parameter، وينفع نمررها لبارامتر للميثود في الكلاس الثاني اللي بيستخدمه اللي هو هنا اسمه lecturer. يبقى دي اجابه صحيحه. خلينا ناخد كمان exercise، خلينا ناخد كمان exercise وبعدين نتكلم عن الانترفيس. هشرح لكم انا الانترفيس وبعدين نقرا، لان القراءه بتضيع الدنيا. يلا activity 4 taking the same diagram and having invoked the code direct below. ممكن نخطط مع بعض. ها ايه الكلمات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها؟ كلمه abstract صح؟ صح؟ وبعدين هنا lecture use الميثود. مين اللي قال use؟ ايه اللي خلى السهم ده يترسم؟ بصوا معايا يا جماعه، السهم الازرق ده اللي انا مظلل عليه ليه اترسم؟ عشان lecturer class جواه parameter من نوع student اللي هي الكلاس ده، صح؟ فيبقى نقدر نقول ان الليكتشر استخدم، اسمعوا كده، استخدم ده، فاستخدم دي، رحنا عاملين السهم ده. اتفقنا؟ طيب السؤال الاول، which of the following state line 1 A or B would be valid inside the method help student. ينفع نكتب جوه، وبيقول في inside مين؟ inside method. عارفين يعني ايه inside؟ بصوا هنا معايا، يعني كاننا فتحنا كده قوس، كاننا فتحنا هنا قوس وقفلنا القوس وهنكتب كود هنا. مين اللي قالك تعمل كده؟ عشان هو قال inside the method help student. inside the method يعني help اهي في البادي بتاعها، ده البادي اللي انا كتبته. لازم نفتح ونقفل كده. احنا inside، فهمنا كلمه inside معناها ايه؟ صح؟ مدينا كود، هو عامل student s وصلح غلطته، حط full time student، لان لو حط student يبقى invalid صح؟ بعدين قال لي lecturer، عندنا lecturer والlecturer ماله help student، يمشي الحال. تعال نشوف بقى، لو جينا هنا في البادي ده حطينا السطر الاول be part time student print table، صح ولا غلط؟ valid ولا not valid؟ part time student اللي هو ده يعمل ايه؟ print time table، فعلا عنده method print time table، ما هي موروثة صح؟ يبقى الميثود دي يجوز استخدامها هنا، علشان البارت تايم ستودنت عنده ميثود اسمها برنتبل او برنت تايم تيبل. لكن بي تايم بارت تايم ستودنت، ما انت خد بالك السطر فين اهو، بارت تايم ستودنت عنده ابلاي فور لون. البارت تايم ستودنت فين؟ بارت تايم ستودنت اهو عنده اثنين، عنده ابلاي فور جوب وعنده برنت. عنده ابلاي فور لون؟ لا. يبقى نوت فاليد الاجابه، نوت فاليد وايل وي انفوك الميثود بتاعت فول تايم ستودنت. We are passing full-time object as a parameter واستدعينا method بتاعته اهي. The help method cannot know the object pass with the full-time student. It could be any object type. There is therefore there is no guarantee that object pass will support this method. Hence this line of code would generate compilation error. لان انت استخدمت واحد غلط، واحد غلط. ماشي، نروح للصفحة اللي بعدها. ركزوا معايا جدا في اللي حولي دلوقتي، لأن يعني الصفحة فعلا نظري كتير جدا وحتوه. هنسمع الكلمتين دول ونقرأ، دي خلاصة اللي هناخده دلوقتي. بص الأول على جنب كده، يعني إيه وراثة؟ يعني ايه وراثه؟ يعني عندي كلاس اسمه ستودنت، كل الطلاب اللي في العالم ينتموا للكلاس ستودنت، طلاب المدارس، طلاب الجامعات الخاصه ومعاها الجامعات العامه، طلاب الدكتوراه الماجستير كلهم ستودنت، صح ولا لا؟ حتى اللي بياخد دوره يعتبر ستودنت. فهنا في الصفات العامه للستودنت، اديني مثال بس واحد. الستودنت العادي عنده تايم تيبل، صح؟ فاريبل اسمه تايم تيبل، الجدول بتاعه، يوم السبت والاحد والاربعاء مثلا. وعنده ميثود اسمها ستادي. معايا يا جدع، معايا يا اخي، ميثود اسمها ستادي. شايف الموضوع عامل ازاي؟ يعني الموضوع لوحده متعب. طيب معلش، ها يبقى الكلاس اللي اسمه ستودنت عنده فاريبل اسمه تايم تيبل وعنده ميثود اسمها ستادي، ورث منه اي او يو ستودنت، مش ده السب كلاس؟
معناها ايه السب كلاس؟ خد منه كل حاجه، خد منه اسمع كده المتغيرات اللي هي تايم تيبل، فده بنسميه الاستراكشر، خد هيكل الكلاس. يعني الطالب الاصلي اللي فوق ده مش كان له نيم وايج صح ولينف وناشوناليتي كل المتغير وفون نمبر، كل الحاجات دي مين اللي ورثها؟ مين اللي ورثها؟ الاي يو ستودنت. وخد منه كمان البيهيفير، ايه البيهيفير؟ المهام. مش ده كان بيدرس؟ ده كمان عنده ميثود اسمها ستادي من غير ما نكتبها صح؟ امبليسيتلي بتتفهم، بس يقدر الطالب بتاع الجامعه العربيه يعمل ايه؟ عنده حاجه اسمها جي بي اي ما كانتش موجوده عند الطالب الاصلي فوق، وعنده حاجه زياده كمان اسمها اونلاين اكزام. دلوقتي اونلاين اكزام كل ده مفهوم؟ طيب يبقى ده نقدر نقول كده نلخص اللي احنا شفناه دلوقتي في الجملة دي، sub class اسمعوا extend super class، يعني sub class is a super class. السب كلاس هو نفسه السب السوبر كلاس. طب خلاص خلصنا اللي احنا عايزين نقوله، لا ده موضوع. الموضوع التاني بقى دلوقتي عايز اسال حضرتك سؤال، كلاس اسمه كات وكلاس اسمه كار وكلاس اسمه بول، ايه رايك؟ في علاقه بين الثلاثه دول؟ ينفع يورثوا ايه؟ انا عايز الكات يكون عندها ميثود اسمها موف، مش الكات بتمشي؟ والكار عندها ميثود اسمها موف والبول عندها ميثود اسمها موف. السؤال اللي بيطرح نفسه، بيورثوا من مين الثلاثه دول؟ زي ما جينا من شويه قلنا مجازين وبابليكيشن مجازين ومش عارف ديسك مجازين، هل ينفع؟ ركزي هنا، تخيلي معايا عشان تفهمي المعنى، هل نقدر نلاقي كلاس يورث منه الثلاثه؟ السيارة شكلها سيارة صح؟ يعني صفاتها كلها صفات سيارة يعني ما تنفعش، والبول كرة والكات كات يعني كات صح؟ فما ما فيش مجال للتشابه. فبالتالي رغم وجود الميثود اللي احنا عايزينها، يعني فكرتنا موجودة ان الميثود موجودة هنا وموجودة وموجودة هنا، ما اقدرش احط كلاس هو واقول عليه سوبر لهم هم الثلاثة صح ولا لا؟ فاهمة؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايز البيهيفير، انا عايز مكان، اسمعوني، عايز مكان اخد منه عمليه الموف والموف والموف، بس ما يكونش المكان ده كلاس له صفات ثابته، لانه لو هو شكله سياره الكات مش هتنفع تعرف منه، لو هو شكله كات البول مش هتنفع تعرف منه، ما هي البول مش سياره ولا كات. فبالتالي قرروا يستحدثوا حاجه جديده تشبه الكلاس لكنها ليست كلاس. تاني اللي هنكتبه دلوقتي ده يشبه الكلاس لكنه مش كلاس، اسمه ايه؟ اسمه انترفيس. تقول من الاول انترفيس، ما هو الانترفيس؟ سيميلر تو ذا كلاس. اسمه ايه؟ يشبه سيميلر تو، ما تبصيش في الورق، الورق دراما، تو ذا كلاس خلاص، يشبه الكلاس لكن جواه يتكون من اسمع ميثود هيدر اونلي، ما فيهوش ولا متغيرات، نو فاريبل، نو ميثود بودي. يعني ايه ميثود هيدر اونلي؟ اكتب كلمه موف، هعمل انترفيس اسميه موفابل، المتحرك اعمل له موف واكتبها كده وسيمي كولن، اول مره نكتب الميثود كده ايوه من غير بادي، وعامل جامب او بلاش جامب، ريفرس. ريفرس يعني ايه؟ باكورد يرجع لورا صح، واعمل لها اقواس وسيبها فاضيه. انا كده عملت ايه؟ انشات انترفيس سميته موفابل، حطيت جواه اسمعوا كده الكلمه دي البيهيفير فقط، وخليت الناس كلها ترث البيهيفير ده بشكل هنقول عليه دلوقتي، مش الوراثة العادية دي، بتعمل له حاجة اسمها implement. يبقى جديد دلوقتي ان انا لو عايز اخد من الكلاس، مش زي ده، مش عايز اخد منه كل حاجة،
انا عايز اخد منه الميثود. بس استنى، هو الطالب لما ورث ميثود اسمها ستادي، مش ده طالب وده طالب؟ ستادي يعني ايه؟ يعني اجيب الماتيريال، افهم الماتيريال عشان ادرسها وامتحن فيها، صح ولا لا؟ يبقى هي الاستادي. قد يكون الاستادي هنا زيادة عند الطالب ده، ايه هو؟ دي عندها بادي، ده عنده ستادي وفي بادي مكتوب فيه سطور، هنا ده عنده ستادي وفي نفس البادي بس انا زودت سطور، ينفع. لكن هنا لا، هنا ريفرس ما فيهاش بادي، ما فيش الطريقة. عارفين ليه؟ اصل الكرة بتتحرك حركة غير حركة السيارة غير حركة الكات، كل واحد بيتحرك بطريقة، دي بتتحرك بالبنزين، دي بتتحرك باي كيكينج، دي بتتحرك برجليها، يبقى انا ما اقدرش احط بادي، صح ولا لا؟ فقرروا التعميم بطريقة جديدة، يعملوا ايه؟ واحد، ننشئ حاجة اسمها انترفيس. اتنين، نحط جواها الميثود هيدر فقط بدون بادي. الكلام واضح؟ يا ريت يكون محفوظ كمان اهو، هيدر اونلي بدون بادي. طب وبعدين الناس تعمل لها ايه؟ مش اكستند بقى، امبلمنت. يعني ايه امبلمنت؟ يورث الميثود كلها عنده ويكتبها عنده، بس لازم هو يضيف البادي بقى، حط البادي اللي انت عايزه. البول هتتحرك ازاي؟ ان انا لو لها اكس هزيد الاكس بلس بلس. اما الكار هتعمل ايه؟ الكار عندها موف، هتمشي عن طريق ان انت تعمل بوش، لما تضغط الدواسه بتاعت البنزين تعمل بوش. لكن الكات هتعمل ايه؟ تشينج ليج بوزيشن، هيغير مكان رجليه فهيمشي. يبقى كل واحد كتب البادي بالطريقه اللي ايه؟ اللي تناسب الديفرنت اوبجكت. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها دلوقتي المشكله ديفرنت كلاسز، مختلفين. برضه ده اللي خدناه النهارده اول المحاضره. المجازين از ابلكيشن، الديسك ماجازين از ابلكيشن، البوك از ابلكيشن، صح؟ لكن دول لا، مش ابلكيشن، صح؟ طب ما تربط لي ده قبل ما نقرا كمان مره عشان ما نتعبش، اربط لي اللي قلناه بالبابليكيشن. يعني عايزين نطبق بقى الفكره اللي قلناها دلوقتي بالبابليكيشن. هل ينفع نعمل انترفيس؟ ايوه. مش انت كنت بتبيع مجازين؟ طيب حط ميثود اسمها سيل ايتم. مش كنت بتبيع بوك؟ حط ميثود اسمها سيل ايتم. انا عايز ابيع تيكت. هو في فرق؟ طبعا في فرق. التيكت حاجه والبوك والمجازين حاجه، دول منشورات. بوكس مجازين لهم سيريال، لهم كميه في المخزن، لما ادي لك عدد هيبقى فاضل 9، اديها هي كمان واحد يبقى فاضل 8، ادي له واحد يبقى فاضل 7، انتوا 5 اطلع 5 يتبقى 5 مثلا، صح؟ لكن التيكت لا، انا ما عنديش ستوك، ده انت لما بتطلب تيكت بطبع لك التيكت غير، صح؟ يبقى معنى كده انا عايز ابيع تيكت وعايز ابيع ايه؟ بوك وعايز ابيع مجازين، دول متشابهين ولا مختلفين؟ يبقى سيل ايتم دي ما احطهاش في كلاس اسمه، ما احطهاش في كلاس اسمه بابليكيشن، امال احطها فين؟ اعمل انترفيس جديد. برافو عليك، انترفيس جديد اسميه ايه؟ سيلابل. يعني ايه سيلابل؟ يعني عناصر قابله للبيع، واحط عمليه ايه؟ سيل ايتم، فاهم؟ واحطها من غير بادي، ما احنا اتفقنا، وما نحطش اتريبيوت، وكل الناس تعمل لها امبلمنت. يعني ايه امبلمنت؟ يعني يورثوها وهم يحطوا البادي من عندهم، يورثوها وهم يحطوا البادي من عندهم. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره ولا لسه؟ نقرا كده الكود ونشوف، او نقرا الصفحه اللي جايه ونشوف هنعمل ايه بسرعه اختصارا للموضوع كله. الكلام ده عايز اقول لك ملخص 10 سلايدات او 12 سلايد، انا ملخصهم لك في صفحه. There are two aspects of inheritance. Subclass inherit interface. ده اللي احنا خدناه دلوقتي. Access public member, superclass والبوليمورفيزم يعني possible. يعني ايه كلمة interface هنا؟ مش اللي انا قلتها من شوية، لا. كلمة interface هنا بمعنى الميثود. يبقى كلمة interface قبل ما نتعلم المصطلح اللي خدناه النهارده، انترفيس يعني الواجهه بتاعت الكلاس، واجهه الكلاس يعني الناس بتتعامل معاه من خلال الميثود بتاعته. طيب وفي نوع تاني او حاجه تانيه، سب كلاس انهيرت امبلمنتيشن اوف ذا سوبر كلاس. امبلمنتيشن يعني ايه؟ يعني المتغيرات والميثود امبلمنتيشن. يبقى انت بتاخد مني حاجتين. جماعه عارفين هو بيشرح ايه؟ بيشرح الكلاس اللي اسمه ستودنت، ووارث منه او اي او يو ستودنت، وارث منه ستودنت، وارث من السوبر ستودنت. ففي حاجتين، انت بتارث الانترفيس الميثود بتاعته بس عن طريق فكره البوليمورفيزم، وبتارث منه بص
المتغيرات والبادي بتاع الميثود. يعني انت بتقول في كل حاجه، ده اللي قلناه من شويه. This save us copying the super class detail in the subclass. عارفه دي انقذتك من ايه؟ انقذتك من ان انت تاخدي الكود ده كله كوبي وتحطيه هنا تاني، صح ولا لا؟ يبقى دي وفرت علينا عمليه اعاده كتابه الكود. In Java extend، كلمه extend اللي احنا استخدمناها في الجافا هنا كده extends keyword automatically apply both these aspects. كلمه extend بتعمل الحاجتين، بتجيب لك الميثود والهيدر والبادي والمتغيرات وكل حاجه. Subclass is subtype. The interface method must include all of interface of the super. Interface هنا بمعنى method لسه. بمعنى method لسه. طيب كويس. Sometime we need two class to share common interface without putting them in hierarchy. ايه ده؟ في بعض الأحيان عايزين two class يشتركوا في نفس الميثود. interface يعني method. ها بدون ما نحطهم في الهيراركي، زي الكات والكار، ما ينفعش نحطهم في هيراركي واقفين من بعض، بس عايزينهم مشتركين في عمليه الموف، صح؟ زي التيكت والبوك مشتركين في نفس الميثود، بس ما ينفعش نحطهم تحت بعض، لان البوك بابليكيشن لكن الثانيه مش بابليكيشن. وصلت الجمله دي؟ نعمل ايه؟ they are already او really related، they aren't really related by true is a relation. هما مش متعلقين ببعض، مش related لبعض. او الكلاس want to have method from one super. بص الاحتمال التاني ده، الاحتمال التاني ان انت تكون عايز تورث من سوبر كلاس تاني. اديني مثال. معلش على فكره اقول لكم حاجه، السطرين دول لازم يتحفظوا من اول هنا. لما نحب نعمل شيرنج للانترفيس بدون ما نعمل putting them in hierarchy، وده لسببين. they are not really related، مش هما مش متعلقين ببعض زي الكات والكار، وما تنساش المثال. او class want to behave to have method from one, more than one super. يعني انت عايز تورث من اكتر من سوبر. هل ده مسموح في الجافا؟ جافا does not allow multiple inheritance. دي لازم تتفهم الجمله دي. رقم اثنين حفظ، ورقم واحد حفظ. ورقم واحد انا قلت المثال بتاعها كار وكات، رقم اثنين هقول المثال بتاعها عشان يبقى ايه، قلنا كل الامثله اللي علينا. بص كده خليكي معايا لحظه. يلا عندي كلاس اسمه، عندي كلاس انا عايز اعمل رجل آلي، روبوت. روبوت خلاص. فانت هتعمل ايه؟ كلاس اسمه ايه؟ قول لي روبوت. وعندك كلاس لعبه، يعني جيم. اللعبه دي فيها كلاس اسمه هيومن، فتقدر تعمل شخصيات انسان. هو الروبوت مش هو انسان؟ يعني يعرف صفاته من فين؟ من الانسان. الروبوت از ا هيومن صح، بس آلي، بس نفس الصفات ولا لا؟ نفس الصفات. طيب كويس. بس انا يبقى لحد اللحظه دي اقري معايا الجمله. روبوت از ا هيومن. كتبنا كلمه اكستند في الجافا خلت الروبوت يرث صفات الانسان كلها، بياكل وبيمشي وبيشرب وبيتكلم وبيتحرك وبيعمل كل حاجه، صح؟ بس انا عايز الروبوت يمشي 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 في اللعبه ويجي عند الحرف كده ويطير. هو الانسان عنده ميثود اسمها فلاي، مش موجودة عند الهيومن، بس هي موجودة عند مين؟ فلاي دي عند كلاس تاني اسمه البيرد. انتوا متخيلين السيناريو عامل ازاي؟ احفظوا السيناريو عشان لما يقول جيف اكزامبل. على فكرة كل اللي احنا بنعمله الامتحان، امتحان نص الامتحان 50% اشرح ما هو الانترفيس، جيف اكزامبل فول بوليمورفيزم. يبقى لازم تقول اللي احنا بنعمله. النص الثاني الكود، الكود سهل لو انت فاهم النص. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ماشي. وهنحل اكسرسايز كتير، بس النظري لازم انت تدي اكزامبل. فدي الاكزامبل يا بتاع التيكت والابلكيشن، يا تدي الاكزامبل اللي انا بحطها دي من الكتب بتاعت الجوب. المهم يلا قول لي، لما كنا عايزين الروبوت فيه صفات الانسان، فكل الصفات 1 2 3 100 كلهم اتنقلوا للروبوت لانه وارث منه، وبقت العلاقه كده تتقال كده روبوت از ا هيومن. واضح؟ بس انا كان نفسي الروبوت بتاعي، اصله مش انسان طبيعي، انا عايزه روبوت يجي عند مكان معين ويطير الروبوت. فمعنى كده ان انا محتاج ميثود جديده اسمها فلاي، بس ميثود فلاي مش منطقي ابدا تكون عند الهيومن، الانسان مش بيطير. فهدور عليها في كلاس تاني اسمه بيرد، هلاقي فعلا في ميثود اسمها فلاي. بس الجافا تمنع الدبل انهيرتنس، والا بقى الروبوت از ا هيومن والروبوت از ا بيرد. ده شكله عامل ازاي؟ ده راس
طائر وجسم انسان، يعني ايه بالظبط؟ فاهمين؟ حتى بنفكر فيها لوجيك كده، ما ينفعش صح؟ ها يعني ما ينفعش الروبوت يكون حاجتين، يا روبوت يا اما يكون طائر يا اما يكون انسان. فعمليه الوراثه ممنوعه، ماشي؟ ممنوعه، امسحها، مش عايزه تتمسح، هيتمسح خلاص. طب وايه الحل؟ قرروا يعملوا اللي انا قلت عليه من شويه، يعملوا بدل الكلاس يحطوا هنا انترفيس اسمه ايه؟ طيران او طائر، ويحط جواه الميثود دي بدون بادي هيدر بس، ويبقى الكلاس ده يرث صفاته من الهيومن كلها وياخد بيهيفير من الانترفيس بكلمه امبلمنت. دي الحاله الثانيه. الحاله اللي فاتت كانوا ثلاثه مختلفين وعايزين يشير مع بعض عمليه الهيومن، عملنا انترفيس. الحاله الثانيه اللي انا عندي كلاس وعايز اخد صفاتي من اكثر من مكان، يبقى محتاج انترفيس. ليه؟ لان الجافا بتمنع الدبل انهيرتنس، بتمنعك ان انت تعرف مرتين. الامور بدات تبان ولا لسه؟ شويه، عايزين اكسرسايز طبعا. فبالتالي الجمله اللي انا باكد، انا النظري زي ما بقول لكم ما بحبش النظري، بقول لك بس الجملتين دول لازم يتحفظوا، لازم يتحفظوا. امتى الحالات اللي هنحتاج فيها للانترفيس؟ Sometimes we need two class to share common interface. Common interface بمعنى method without putting them in hierarchy. لسببين، يا اما عندنا not related، مش متعلقين ببعض، والمثال cat و car. او يكون الكلاس want to have method from more than one super bird or human but java does not allow multiple inheritance. الحل الاختراع الجديد اللي هتعمله الجافا، الجافا عملت لك حاجه اسمها انترفيس. وكلمه انترفيس لها ثلاث معاني. المعنى الاول public member class meaning used above اللي هو ايه؟ الميثود. يبقى المعنى الاول ده كله نكتب عليه كلمه الميثود، ودي احنا عارفينها. المعنى الثاني لكلمه، على فكره بيشرح لنا كلمه انترفيس، والمعنى الثاني اليوزر انترفيس، عارف الشاشه اللي فيها اسمك يوزر نيم وتحط اليوزر وبعدين الباسورد، تحط الباسورد بتاعتك، دي تعتبر ايه؟ جرافيكال يوزر انترفيس، ادي كمان كلمه انترفيس. الكلمه الثالثه دي المهمه الخطيره بتاعتنا بتاعت اليونت ده، سبيسيفيك جافا كونستراكت which are about to meet اللي احنا عايزين نحققه او نعمله، اللي هو مين؟ اللي هو الانترفيس اللي احنا عايزين نسويه، اللي هو شكله عامل ازاي؟ يتكون من ميثود هيدر اونلي، ما فيهوش متغيرات، ما فيهوش بادي، هنلاقي مكتوب كل الكلام ده. This is like making sure two car control have control that work exactly same way. سيارتين والكنترول بتاعهم بنفس الطريقة but leaving it to different engineers to design engine. كل واحد هيعمل الانجن بشكل مختلف، مهندسين مختلفين. Possibly quite different way. كل واحد هيشغل بطريقة، سيبك من المثال ده مش مهم. المثال اللي جاي هو المهم، والحتة اللي جاية كمان مهمة. Ticket. Ticket and publication. يلا اخر سيكشن هنتكلم عنه دلوقتي، تيكت اند بابليكيشن. عايزين نبقى ايه المشترك بين التيكت والبابليكيشن؟ دي للبيع ودي للبيع، لكن التيكت حاجه اذا تيكت والبابليكيشن اذا بابليكيشن، ملهاش علاقه بيها. Now in addition to book and magazine we want to sell ticket. عايز ابيع تيكت. It's not like publication. ليه not like publication؟ We don't have finite stock. ملهاش ستوك، مفيش في المخازن 20 تيكت. لا ده انا بطبع لك التيكت لما تعوزها. But print them on demand and the till. بعدين ticket consists of description و price و client. اما الكتاب لون مؤلف ولون اصدار ولون ISBN number ولون اسم، يبقى ده مختلف عن ده. كمان سبب مش حفظ دول. These sales are really service rather than product. الكتاب انت بتاخد منتج، لكن التيكت ده انا سمحت لك تدخل المكان بس، انت ما خدتش حاجه صح ولا لا؟ التيكت ده انت خدتي ايه؟ خدتي بس ايه؟ صلاحيه دخول مكان، لكن استفدت بالتيكت؟ لا، يعني دي سيرفيس صح؟ لكن الكتاب لا، ده برودكت خدته. المجازين مجازين حاجه تانجبل ملموسه. ففي الاخر على فكره هو بيشرح هنا اللي انا قلته، اللي هي القصه بتاعت الحاجات الكتير اللي لها حاجه كومن، بس بيشرحها لازم نفهم الاكزامبل ده. تيكت سيم تو هاف ليتل كومن، مختلفه. ليتل كومن يعني مختلفه، شبه بعض صح؟ ها so that both of them don't seem closely related. يبدو الاثنين مالهم مختلفين عن بعض. And we don't put it into a inheritance hierarchy. ما ينفعش تحطهم تحت بعض، ما حدش يقول لي التيكت وارث من الابلكيشن، غلط. فالاجابه هنعمل ايه؟ سيلابل ايتم.
نحط فيه ايه يا جماعه؟ شايفين method header only without body. We want to make them acceptable to cache till as sell copy و get price و cache till can sell ticket. عايز يقول ايه؟ cache sell cache till ده اللي هو الماكينه اللي هتبيع المنتجات can sell anything not just publication. ماكينه البيع دي اللي انت هتشتري منها بتبيع كل حاجه مش بس البابليكيشن. اللي جاي حفظ، اللي جاي حفظ لو سمحت. We define set of operation as interface. الحل هنعمل operation اسمها interface. فين النظر اللي هنحفظه؟ اللي جاي من واحد لخمسة. Interface define signature of operation without implementation بين قوسين body. يعني الانترفيس بيعرف signature يعني الارجيومنت، without implementation يعني without body. ممكن تكتب رقم واحد حفظ، الانترفيس بيتكتب header without body، اسمها كده header without body، بس ملزمين طبعا بكلمه signature وكلمه implementation، بس معناها الهيدر بدون البادي. رقم اثنين، all method implicitly ايه؟ بتكون ضمنيا بتكون ايه يا جماعه؟ public. الجمله دي حفظ، public، حتى لو انت ما قلتش ان هي public هو هيفرض ان هي public. And no instance variable، لا يوجد متغيرات، خطير، ولا يوجد constructor، لا يوجد متغيرات ولا يوجد constructor. An interface define availability of operation without their implementation and the class implemented. الانترفيس بيعرف الميثود بدون body والكلاس هيكتب البادي. ده تلخيص رقم ثلاثة، الانترفيس يعرف الميثود بدون body والكلاس اللي هيورث هو اللي هيكتب البادي. Instance is sort of interface is sort of contract، عبارة عن contract. Sellable item، ده مش حافظ النقطة دي. Sellable item interface say under I undertake، أنا مسؤول إن أنا أقدم لك at least method، على الأقل هدي لك الميثود دي signature، فهدي لك method اسمها إيه؟ sell copy، method اسمها get price. More than one class، دي جملة مهمة بقى، أكثر من class can implement the interface، provide area of commonality، فبقينا مشتركين وإحنا مختلفين عن بعض. بص المختلفين عن بعض شكلهم إزاي؟ واحد اسمه إيه؟ واحد اسمه إيه؟ فاكر كات وكار؟ ايه علاقة السيارة بالقطة؟ دي بتعمل موف ودي بتعمل موف. فبص بقى الحل، الكلاس بابليكيشن امبلمنت سيلبل، فبقى عنده الميثود بتاعة السيلبل، والكلاس اللي اسمه تيكت امبلمنت سيلبل، مش وراثة، ده بياخد البيهيفير، يعني انت ورثت الصفات السلوكية بس بدون الاستراكشر. ماشي الحال يا جماعة؟ طيب ناخد بس مثال كده على جنب ونبقى خلصنا كلام النهارده. اللي بقى لنا حاجه بسيطه جدا مع يونت 5 بسيط، وعايزين كميه اكسرسايز كتير قوي على الموضوع. اسمعوني كده لو سمحتوا، عايز اعمل بقى كود، فاقول كده public class، يلا نكتب public class بص يا شباب، هو المفروض ان احنا قبل ما نكتب الكود عندنا كلاس اسمه human، وعندنا كلاس انا مصمم على دول لان دول مهمين جدا student. العلاقه بين الهيومن والستودنت از ا ولا implement interface؟ برافو عليك، لان الهيومن هو الستودنت از ا هيومن، برافو عليك. يبقى public class student، يلا نكتب student ايه؟ extend، شوف الكود extend human. بس لسه انا عايز الطالب بعد ما يعمل extend للهيومن اسمح له ان هو يعمل travel. الانسان ما عندوش ميثود اسمها travel، بس في interface اسمه traveling بيسمح بميثود بلاش نسميها trip مثلا trip. فانا عايز الستودنت من حقه ان هو في الجامعه يعمل trip،
فبالتالي عايز اخد الصفات من ده، مش بكلمة extend الوراثة العادية، بكلمة implement. فيبقى نكمل السطر، الكود الجافا مخلص، public class student، معلش خلينا نكتبه عشان يبقى الكلام واضح بالنسبة لكم، نكتبه مرة تانية. public class student extend human، بعدها على طول وراها كده implement، دي الجديدة بتاعت النهاردة، الانترفيس اسمه ايه؟ traveling، صح؟ بس اسمع اللي جاي، هنفتح قوس ونقفل القوس. الستودنت يكون عنده constructor، تعالوا نراجع، الconstructor اسمه نفس اسم الكلاس student، وهياخد منه اسمك، نعم؟ ملوش ريتيرن، برافو عليك، نكتب public بس، صح؟ وبعدين يعمل ايه؟ يسجل مثلا انت عندك string name، الطالب عنده string name، فيسجل name يساوي name، صح؟ حتى هنا بنكتب برضو string مرة تانية، وما دام الكلمتين متشابهتين نكتب قبلهم كلمة this لو حد فاكر this، صح؟ خلونا نمسح دي عشان بس نرفرش شوية أكواد. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ كتبنا الكونستراكتور، بس مش ملاحظ حاجة في كلمة implement، عند وراثة انترفيس يجب إعادة كتابة كل الميثود اللي في الانترفيس. ايه الجملة دي؟ نسمع تاني، عند وراثة انترفيس يجب إعادة كتابة كل الميثود، لو 10 كل العشرة. طب في كم ميثود قدامنا اسمها trip، يبقى لازم اكتبها مرة تانية، اكتب trip واقواس، هل لها body هنا؟ لا، انا اكتب body عندي في الكلاس بتاعي، اكتب ايه في body؟ اكتب الكود اللي انا عايزه، يبقى public void trip، وبقى الطالب بقى student عنده صفات الهيومن، وضاف البيهيفير بتاع التريب اللي مش موجود عند الهيومن، ضافه من مكان تاني، فبقت الوراثه كانها من مكانين مختلفين بس مش بعلاقه ايزاء. وصلنا لحاجه؟ ها ماشي الحال كده. ان شاء الله نكمل الجزء التاني المره الجايه.